ما كان اي تقليص في هذا الميدان. احنا احتفظنا على الحجم الساعي اللي راه موجود، الشيء اللي رحنا فيه وهو تحسين محتوى الممارسة البيداغوجية والتحسين المحتوى البرامج. انا نقول في هذا الميدان هم اشاعات، ونعود نأكد اشاعات، ونقول كذلك هي الشيء اللي راه يقال سي اون انسولت بور لي كومبيتونس الجيريان. وهو الخبير اللي عايش في الوطن. ستدخل المنظومة التربوية بدءا من دخول المدرسي 2016-2017 مرحلة جديدة في مسار تحسين والتعزيز إصلاح المدرسة الذي شرع فيه سنة 2003. Thank you.